يكفيني شرف ان الملحنين بيبقوا طالعين مثلا وانا اقف جنبهم وفي الاخر يروحوا رايحين لسكه الفلوس وبعدين يتصلوا بيا يقولوا لي وحشنا الفن احنا عايزين نجي لك. ده انا مبسوط جدا طبعا. مش معنى ان انا ما بكسبش، لا خالص بالعكس، انا من الفن بكسب بالك، يعني الفن نفسه هو اللي بيخليني مش لكن احنا عاملين. انا بصراحه انا كنت قاعد بتفرج على مدحت مع منى الشاذلي، فبصيت لمدحت كده ايه، خدت قرار، انا اللي خدت قرار ان انا هعمل البوم مدحت صالح. وكونت عندي 7 اغاني. رحت بعت له رساله قلت له انا قررت اكتب لك البوم، راح متصل بيا قال لي انا معاك جدا. ما انا عارف انا بقولها ازاي برضو، لان هو اكيد بيحترمني طبعا، واكيد ان انا ابعت كده يعني هو عارف ان انا بحبه ازاي. انا بحب مدحت صالح جدا، هو مطرب عظيم، انا بحبه لانه له وضع عندي، وكمان ايه ده مولود في اليوم بتاعي يعني، يعني احنا 2/2/11. فروحنا قاعدين 7 اغاني، قلت له عايز جيد منهم بس اللي انا كنت مكونهم، لان هم ليهم شخصيه معينه ومدحت اقرب واحد للشخصيه دي. فروحت دخلنا سجلنا جيدات كده عشان الجهه الانتاجيه بقى كده، وكله تسابق على الايه، على ان هو يفوز بالالبوم ده. وبعدين مضينا تعاقدنا وكملنا، كملت 4 اغاني تانيين بقى 11 اغنيه عشان يبقى فردي، وخلصنا الالبوم، وحاليا بيتم تصوير بعض الاعمال. وكل اغنيه بشكل هتسمع مدحت صالح، وهو الراجل ده احنا ما عندناش مدحت صالح في تاريخنا يعني، ما عندناش 2، هو واحد بس. وهو يعني كان له مكانه كبيره جدا وما زالت، بس برضه ما بيتقدملوش اغاني صح.